بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في Clinical Anatomy Videos of the Lower Limb. موضوعنا النهاردة الحقيقة موضوع شيق جدا. What is Trendelenburg sign and Waddling gait؟ هل الموضوع دوت هو طبعا يهم الـ Undergraduate and Postgraduate. طب تعال نمسك بقى الـ Undergraduate. الحقيقه الاندر جراديوت ده هيدرسها وهو طالب بيذاكر في اللي هو الليمب في سنه اولى وثانيه. هيدرسها في منهج النيورولوجي اما ياخد بطنه. هيدرسه تاني مع النيور سيرجري. وان هيدرسه تاني مع الاورثوبيديك اما ياخد اللي هو الراوند بتاع عظام. يعني الموضوع ده مش هيسيبك فاحسن لك افهمه كويس من دلوقتي. طيب الى جانب طبعا هل في كليات اخرى ممكن تستفيد من الموضوع ده؟ طبعا اي حد في الميديكال فيلد ممكن يستفيد منه، كليه فيزيوثيرابي، اي حد في الميديكال فيلد ممكن هيستفيد من الفايندنجز اللي احنا هنقولها النهارده ان شاء الله. ها هنبدا موضوعنا. نشوف كده ايه هو الاكشن بتاع الجلوتيس ميدياس اند مينيمس. طبعا هخرج عن اللي هو الكلام بقى اللي هو الاكاديميك قوي اللي هو مكان الاوريجن والانسيرشن. لا، انا اللي يهمني ان ابقى عارف ان في عندي ثلاثه جلوتياي ماسلز. واحده اللي عامله المين بالك بتاع الباتوك اهوت، دي هي جلوتياس ماكسيمس. تحتيها لفوق شويه في عندي جلوتياس ميدياس. اما اشيل الجلوتياس ميدياس هلاقي تحتيها الجلوتياس مينيمس. طبعا الاوريجن مينلي من الجلوتيال سيرفيس اللي هو الاوتر سيرفيس بتاع الهيب بون. ورايحين نمسكه في مين؟ انا سيمبلي كده هقول في الابر بارت بتاع الفيمر. طب اللي يهمني ايه دلوقتي عشان استنبط الاكشن؟ علاقتهم بالهيب جوينت. هما موجودين اساسا بيعملوا كروس ابوردز. اهو بيعدوا من فوق الهيب جوينت. طب ده هيترتب عليه ايه؟ تعالى كده نقرب عندي مكان الانسيرشن الى الاوريجن. مكان الانسيرشن الى الاوريجن هيحصل عندي ايه؟ ابدكشن. طيب هل كده بس؟ لا، ده هنمسك كده الانتير فايبرز بتاعه الجلوتياس مينيمس وميدياس بتعدي شويه انتير تو ذا بلين اوف ذا هيب جوينت. يبقى هتعمل عندي ايه كمان؟ ميديال روتيشن. يبقى التو مين اكشنز هنا عندي بتوع الجلوتياس ميدياس اند مينيمس انها بتعمل ابدكشن اند ميديال روتيشن. طيب هل ده بس الاكشن؟ لا، ده الاكشن بقى التالت احنا مستنيينه اللي هنشرحه كذا مره لسه النهارده. نشوف كده. الحقيقه يا جماعه وانا واقف اما اقف على رجل واحده، نفترض هنا ان الشخص قدامي هيقف على رجله اليمين اهوت، في تندنسي ان البلفس يحصل له دروب على الناحيه الشمال لان هو واقف على رجله واحده. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ هيحصل اللي هو contraction of both gluteus minimus and medius to prevent dropping of the pelvis to the unsupported side عند الرجل اللي هي متشاله من على الارض. النقطه دي انا لسه هشرحها تاني وتالت ورابع النهارده في المحاضره ديت، فما نقلقش منها ونتابع ونشوف. بس نخلص من اول اتنين اكشنز كده قلناهم دولت اللي هم الاكشن بتاعهم على الهيب جوينت. بص يا سيدي، شوف الاتنين بيعملوا ايه. بقرب الانسيرشن للاوريجن اهوت، حصل عندي ايه يا جماعه؟ ابدكشن. اهو بص الاثنين بيشتركوا في الابدكشن. طب هاخد الانتيو فايبرز بتاعه الجلوتياس مينيمس وميدياس هتعمل عندي ايه؟ ميديال روتيشن. طيب تعالى نشوف بقى الرول بتاع الجلوتياس ميدياس اند مينيمس اثناء الستاندنج. بص بقى الوقت كده انا اما ابقى واقف الوقفه ديت ورجلي الشمال مرفوعه على الارض، يبقى رجلي اليمين ديت اسمها السبورتد سايد.
طب والرجل المرفوعة عن الأرض ديت اسمها الـ unsupported side. من تاني، أما بقف الوقفة ديت وأرفع رجلي من على الأرض، الرجل اللي هي لمسة الأرض اسمها supported side، والرجل التانية اسمها unsupported side. طيب المفروض بقى ان انا اما برفع رجلي الشمال من على الارض تقوم الجلوتيس ميديس ومينيمس اللي على الناحيه اليمين يحصل لها contraction to prevent dropping of the pelvis on the left side اللي هو ال unsupported side. طيب تعال نشوف كده الكلام ده ازاي بيحصل اثناء الووكينج. دلوقتي المنظر اللي شايفه دوت هو عباره عن شخص واقف، يعني رجليه الاثنين كده زي ار سبورتنج، واقف على رجليه الاثنين. اول ما يقف على اللي هو رجل واحده اللي هي الرجل اليمين ويرفع الرجل الشمال هيحصل كونتراكشن للجلوتيس ميديس ومينيمس على الناحيه اليمين، على الناحيه اللي هي لمسه الارض. ليه؟ To prevent dropping of the pelvis to the unsupported side. طيب وانا ماشي بقى هبدا انزل رجلي الشمال وارفع رجلي اليمين، ماشي؟ في الحاله دي بقى هيحصل contraction of gluteus medius and minimus على الناحيه اللي هو الشمال اللي هي تعتبر supported side ديت، to prevent dropping of the pelvis to the unsupported side اللي هو في الحالة دي أصبح مين؟ الناحية اليمين. إذا الرول بتاع الجلوتيس ميديس أند مينيمس أثناء الووكينج إن هما بيحصل لهم كونتراكشن alternatively، يعني دي يحصل لها كونتراكشن وبعدين دي يحصل لها كونتراكشن، دي يحصل لها كونتراكشن وبعدين يحصل لها كونتراكشن. إيه الغرض منه؟ To prevent dropping of the pelvis to the unsupported side. على فكرة اللي دقق كده في الرسمتين دولت بصراحة هما الاتنين هما نفس الرسمة، بس انا عن طريق اللي هو الفوتوشوب عملت فليب تشارت هوريزنتال قلبتها، خليته بدل ما واقف على رجله اليمين يقف على رجله الشمال، وضحكت عليكم طبعا. طيب تعالى كده نعمل ريفيو سريع على النيرف سبلاي بتاع كل المسلز اللي في منطقه الجلوتياي الجلوتيال ريجون او بالذات اللي هو الجلوتياي مسلز ومعاهم التنسور فيشيالاتا. طبعا انا هنا عندي المنطقه دي شهيره جدا اللي هو الجريتر سياتيك نوتش والليزر سياتيك نوتش، وعندي اللي هو بيعدي من الجريتر سياتيك نوتش اباف ذا بايريفورمس ماسل سوبي جلوتيال نيرف، وبيعدي من نفس النوتش بس بلو الليفل بتاع بلو اللور بوردر بتاع البايريفورمس ماسل اللي هو الانفير جلوتيال نيرف اند فيزلز. طب بالنسبه للجلوتيس ماكسيمس النيرف سبلاي بتاعها انفير جلوتيال نيرف. طب بالنسبه بقى للتنسور فيشيالاتا والجلوتيس ميديس ومينيمس كل دول السبلاي بتاعهم هو السوبيريور جلوتيال نيرف. يا ترى بعد الكلام ده هنقدر نجمع ونفهم ايه المقصود بيه ترندلنبرج جيت؟ ان شاء الله. بص بقى ترندلنبرج ساين، خلينا في الساين الاول. ايه المقصود بالساين ديت؟ اول حاجه ان انا هخلي المريض اقول له يقف على رجل واحده، طبعا بجرب الاول الرجل اليمين وبعدين بجرب بعد كده الرجل الشمال. بنأسك البيشنت ان هو يقف على رجل واحده. والله اذا حصل دروب اوف ذا بيلفيس تو ذا unsupported سايد اللي هي الرجل المرفوعه عن الارض، في الحالة دي بسميها بوزيتيف ترندلنبرج ساين. طبعا مين هنا اللي هيبقى افكتد؟ طبعا هيبقى افكتد هنا اللي هو النيرف سبلاي اللي هو السوبير جلوتيال نيرف. طب في الحالة دي لو قلت لك بقى هيبقى رايت ولا ليفت سوبير جلوتيال نيرف اللي هو افكتد؟ ها؟ هيبقى رايت سوبير جلوتيال نيرف هو اللي افكتد. طب هنا عملت شويه لعب كده بالباوربوينت نفهم بيها اكتر الميكانيزم بتاع اللي هو الان دروبنج بتاع البلفيس او الان دروبنج اوف ذا بلفيس
اللي هو النورمال اللي المفروض ان يكون عندي ان دروبنج اوف ذا بيلفيس توردز ان سبورتد سايد. ادي شخص واقف على رجليه الاثنين وادي بقيه جسمه اهوت، ماشي، الشخص ده واقف قدامي اهوت. طيب انا هقول للشخص ده يرفع وان ليج، طب ايه الطبيعي بقى اللي المفروض يحصل؟ يحصل كونتراكشن للجلوتياس ميدياس ومينيماس على الناحيه الاخرى، يبقى المنظر عندي كده اهوت، ده الطبيعي. طيب امال ايه بقى اللي مش طبيعي؟ اللي مش طبيعي ان الاقي البلفس تنو جاي ساقط على الناحيه اللي هي رافع رجله فيها عن الارض، يبقى المنظر عندي كده اهو. وفي الحاله دي هي دي كده تعتبر بوزيتيف ترندلنبرج ساين. نشوفها بشكل انيميتد كده، بص اما بيرفع رجله البلفس بيسقط اهوت عند الناحيه اللي مرفوع فيها رجله. طب انا عاوز كده افكر معايا بسرعه، انو نيرف اللي هو افكتد سوبيجلوتيال نيرف، طب على انو سايد الافكتد في الشخص اللي واقف قدامي ده، رايت ولا ليفت؟ يلا قول بسرعه. ها ها ها، ايوه، يبقى اللي على الليفت سايد هو اللي افكتد. بعد ما شفنا اللي هو ترندلنبرج ساين، تعال نشوف ايه المقصود ب وادلينج جيت. هي وادلينج جيت ديت ما هي الا باي لاترال دروبنج اوف ذا بيلفيس، والواحد ماشي او بص كل ما يرفع رجله على ناحيه الناحيه الثانيه تسقط. طب دي دلالتها ايه يا جماعه؟ دي بتحصل في حالات اللي هو الباي لاترال هيب باثولوجي او bilateral subglutear nerve injury. ومن الحاجات اللي هي بتعمل injury للنيرف على الناحيتين كده اللي هو الكرونيك ميتابوليك disorders، وعلى رأسهم اللي هو الديابيتس. طب هل الكلام ده ممكن يبقى حد عنده waddling gait ويكون بصوره نورمال؟ طبعا احنا قلناها قبل كده، هو حد بقى مش حد، ماشي. طبعا ان شاء الله اي واحده من اللي بتشوف دلوقتي الفيديو دوت، ان شاء الله اما ربنا يكرمك تتجوز تبقى حامل، ان شاء الله هتبقي ماشيه البطه كده اهوت، وتلاقي البلفس بيسقط على الناحيتين اثناء الووكينج. محدش يزعل مني طبعا، انا بهزر. نشوف كده مع بعض bilateral affection of the hip joint waddling gait. بس ما تخافش ابدا، هو شويه اسئله بسيطه هنجاوب فيها مع بعض. اول سؤال، which nerve is damaged in waddling gait؟ بصراحه انا مستعجب ان انا اجاوب هذا السؤال، سيب لكم انتوا الاجابه. تاني سؤال، why do gluteus medius and minimus produce medial rotation؟ بصراحة أنا برضو مستعجب أجاوب هذا السؤال، ليه؟ لأن أنا قلته في الفيديو في الأول، مش عيد نفس الكلام. طيب تالت سؤال ده بقى لذيذ جدا بقى، why it is called Trendelenburg gait؟ why؟ على أساس إيه اتسمت التسمية دي؟ السؤال ده أنا مش هجاوبه، مش عشان عيبة ولا حاجة، لأ، لان انا عندي مبدا دايما الحاجه اللي مش هتبذل فيها مجهود هتطير بسرعه. عاوز ندخل كده على الجوجل سيرش ونشوف ايه سبب التسميه، ليه تسمى ترندلنبرج، اشمعنى؟ طب اخر سؤال بقى، which part of the spine affects walking؟ يعني عايزك تقول لي انه جزء من السباين هنا مقصود بيها اللي هو الفيرتيبرال كولون، هل الفقرات العنقيه ولا الظهريه ولا القطنيه ولا العجزيه ولا العصعصيه؟ يا ريت تقول لي انه جزء اللي هو افكتد، برضو اعمل سيرش الاجابه هي هتكون كلمه واحده.
وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعتنا. والحقيقة عندي بقى سؤال عايز أسأله لكم ومنتظر إجابتكم فيه، هل فعلا حد حصل له أنكل سبرين أو سترين في يوم من الأيام؟ وإذا كان حصل له كان البروجنوزس في خلال فترة قد إيه؟ منتظر إجاباتكم وإن شاء الله نشوفكم على خير.